إيديت وصلت الأربع مرات في العام. هل أنه زيادة المتكررة في أسعار الوقود سببها الوضع الصعيب اللي تشهده المالية العمومية في تونس؟ كيفاش تأثر زيادة هذه على نفسية التونسي؟ التونسي وارتفاع أسعار المحروقات موضوعنا اليوم في منتدى الحياة مع مريم المنصوري ونصر الدين حميدة من ماضي ساعتين حتى للأربعة على الحياة فاي. باش تتفاعلوا معنا كلمونا على 70 035 120. منتدى الحياة، رأيكم يهمنا. هذا هو موضوعنا لليوم في منتدى الحياة. شكرا لاختياركم موجتنا وتفاعلاتكم معنا في الإدارة ذات. نجم تابعونا زيد على الباج أوفيسيال فيسبوك الحياة فام، وين تلقاو ستريمينج لايف، وين حاضرين معنا ضيوفنا. نعاودوا نرحبوا بالأستاذ فيصل كعبي، مختص ومعالج نفسي. مرحبا بك من جديد. أهلا وسهلا، مرحبا. مرحبا بنصر الدين. أهلا وسهلا مريم، أهلا وسهلا سي فيصل، أهلا وسهلا كل الناس اللي تسمع فينا على الحياة فام. فوالا، اليوم نحكيو على ارتفاع أسعار المحروقات، شنو هي الأسباب اللي باش نحاولوا نخوضوا فيها حتى بعد بشوية مع أهل الاختصاص الخبراء الاقتصاديين. ديما في الإطار ذي يقول لك الحقائق الاقتصادية في الإطار ذي راهو معناها مع الترفيع في أسعار المحروقات فما برشة ترفيعات أخرى في كل المواد اللي نجمو تنحكيو عليها حتى بعد بشوية. ذيك علاش احنا حبينا نخرجوا للشارع القيرواني ونشوفوا رأيهم في ارتفاع أسعار المحروقات للمرة الخامسة على التوالي في العام هذا. السلام اخويا، والله يغدر لي الزياده بتاع المحروقات هذيا تعبتنا برشا كشعب. انا احنا عباد كل يوم ويوم ناكلوا في خبيزه كالناس الكل، معنا زادونا اربع زيادات في جره بعضهم. الواحد من يمشي شب عرفت، كل شيء زاد، الدنيا كلها غليت. الواحد كان قبل عرفت يصب بلان يتكلف له بمشني عارف انا ب 50000 60000 اللي هو تو ولا معلم الشيء قريب ما عادش انا ماشي للفوادو معنا، ما عادش النجم نخمم صحيح تو وليت نقول له قريب نهز له قبلين نقول له عبي لي في شويه سونس خويا. والله اثرت عليا اخويا، وليت نقطة صد على الاخر، وليت ما عادش نهز برشا الكهرباء. خويا تولي عنده كهرباء يزمو حتى في الكهرباء، ما عادش ينجم يسوق كهربته جملة، لا يمشي كذا، يستعمل النقل العمومي، فرون النقل العمومي خلينا نمشوا في النقل العمومي، ما عادش حاجتنا بالكهرباء، اكسبوا انتوما الكهرباء، نحن ما عادش حاجتنا بها. خويا سنية السوسة 30000 40000 سوسة كنا نمشوا بها لتونس نتعدوا بنزرت 40000 راه، ودي فيقوا يا ودي فيقوا، رانا شعب زوال، راهو يعلم فينا كان رب يزي، اتقوا ربي فينا، اتقوا الله فينا، بجاهر كنت نصب فلان، تو نصب 2500 ندخل كياس نقول له اعطيني 2500، شنو نحكي لك بالحق راه تدخل كياك بالموتور تاو كرب 15100 دينار ولا واحد يصب باش يمشي بها لحظاك. فوالا، هذه رأي من بعض الشراء القيرويني في الإيتار هذية. دونك ما عادش خالص المواطن معناه يقول لك أبغتيغ من ليسونس ما عادش يستعملوا جينيرالمون الكراهب. كنت حدثت قبيلة نصر الدين على بيع السيارات، فمش كون من صح أصحاب سيارات الأجرة اللي عرضوا السيارات متاحهم مالوغوزمون للبيع. رأي الخبراء الاقتصاديين يقول لك ارتفاع أسعار المحروقات ينجم يترتب عليه زيادة ارتفاع أسعار العديد من المنتجات، العديد من الخدمات، منها النقل في تونس. ولا مريم كما قلت الحاجة هذه شفناها في القصرين مؤخرا في حركة تصعيدية واحتجاجية من طرف سواق سيارات الأجرة اللي حطوا بلاكة على السيارات نتاعهم اللي هي للبيع، دونك احتجاجا منهم على زيادة هذه المشطة في ارتفاع الأسعار. زيادة الرابعة يعني بالنسبة للعام هذا عام 2022. دونك اليوم المواطن رفض قطعي الزيادة هذه، ومع ذلك يعني كل مرة نتفاجئ من وزارة الطاقة ببلاغ تصدمنا به كالعادة اللي هو تقولك تعديل، ما تقولش ارتفاع، تقولك تعديل يعني لينياكا. ودونك هذه الحاجات من نوع هذه دونك تخلي المواطن اليوم ولا ديكوتي على الاخر. برشا ناس ولات انها تخير النقل العمومي، ولات انها تمشي انه في اطار انها تبيع سياراتها وانها تتخلص من وسائل نقلها الخاصه وانها تتبع وسائل النقل العمومي.